طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نرحب فيكم في أول محاضرة في دورة البايثون أو Data Visualization with Python، وحيكون إنه في كذلك تغطية على موضوع مواضيع متعلقة بالديتا ساينس أو الماشين ليرنينج. طبعا الأوتلاين تبع هذا الكورس موجود أنا هنا على المدونة عند هذا الأرتيكل. هذا الأوتلاين تبعكم اللي احنا حنمشي عليه في المواضيع مفصلة. نيجي الآن لجزئية انه الـ environment. طبعا احنا عنا في البايثون هاي العنوان، واضح؟ طيب، في انا عندي البايثون انا ممكن انزلها لوحدها، في الويب سايت هذا python.org، وبختار هنا اعمل داونلود، وهنا موجود انا عندي لكل البلاتفورم سواء كان ويندوز او ماك او حتى لينكس. انا في عندي كوماند انا انزلها مباشره، مش هاي اللي احنا بدنا اياها، لانه هاي بتنزل لي البايثون الاساسيه فقط، والباكجز تبعت الداتا ساينس بدي اضطر ان انا انزلها باستخدام كوماند لاين اسمه بيب انستول، واكتب اسم الكوماند. طبعا البيب هذه انه يعني هنا هذه الحجم تبعها تقريبا حوالي 40 ميجا. لو اخترتوا انه انتم تنزلوا واحده من هدول، انه هذه الانستولر تقريبا حجمها 40 ميجا، 383. طبعا احنا ما بدناش هاي، لانه لو احنا بدنا ننزل هاي كل شغله انا بحتاجها في البايثون، كل المكتبات اللي انا بحتاجها في الداتا ساينس، بدي اضطر ان انا انزلها واحده واحده. ومن وين بدي انزلها؟ في انا عندي زي المتجر تبع جوجل، في انا عندي كل التطبيقات، وهنا في البايثون احنا في عنا زي مستودع لكل الباكجز اسمه بي واي بيب. بايثون باكجز، هاي الويب سايت bi.org، تمام. هنا في كل الباكجز، انا في عندي حوالي 240 الف بروجكت، هاي عدد الريليسز، هاي عدد الفايلز بهذا الشكل. ممكن ادور مثلا على باكج معينه لها علاقه مثلا ب ب ب بالايمج، تمام. في عندي مثلا هاي الباكج، بشوف بقرأ الديسكريبشن تبعها وكيف انه انا بدي انزلها، فبلاقي انه هاي الكوماند بيب انستول، هذا الكوماند بعمله نسخ زي هيك، بروح على الكوماند لاين بعد ما انزل نسخة البايثون اللي من هذا السايت اللي هو البايثون.org. بس احنا ما بدنا هذا الكلام، بدنا انفايرومنت جاهزة بتريحني في الموضوع، انه بتكون الباكجز هذه كلها بري انستولد. والانفايرومنت هذه في عندي تو انفايرومنتس انه احنا ممكن نطلع عليها، اللي هي اسمها وين بايثون والاناكوندا، تمام. الوين بايثون فقط بتزبط معي للبايثون، بتزبط فقط للويندوز، تمام. والاناكوندا بتزبط لاي بلاتفورم سواء كانت لينكس او ماك او ويندوز. هاي اسهل شويه في التنزيل، تمام. هاي انه اداني انه الرابط انه انا انزلها مباشره، تمام. فممكن انه حجمها حوالي تقريبا 900 ميجا او 1 جيجا، فعشان هيك انه الحجم بيختلف. هذيك البايثون لحالها 40 ميجا، البايثون مع كل الداتا ساينس باكجز بري انستولد حوالي حجمها 1 جيجا، فبتريحني كثير انه انا بس مجرد انا بعمل امبورت مباشره، ما فيش داعي انه انا انزل. طبعا انا نزلتها انا عندي بشكل مسبق، ممكن انه انتم تنزلوها عندكم على الاجهزه وتيجوا المحاضره الجايه انه انتم تلاقوها جاهزه، او انه حترك لكم الفرصه الان يعني، واثناء انتم بتقدموا التست ممكن تضغطوا على الرابط بيبدا ينزل عندكم على الجهاز هنا، وبتاخدوا منه نسخه انه بتاخدوه معاكم على اللابتوب في البيت. الوين بايثون بدي اورجيكم الويب سايت، github.io. بيجي انا في عندي اكثر من نوع، انا في عندي هنا 3.7 وهنا 3.8،
تمام. وفي منها انه بيجي مع البي واي كيو تي، وفي اي دي اي اسمه سبايدر، وفي اي دي اي ثاني اسمه في اس كود اللي هو الفيجوال ستوديو كود، انه صار انه انا بظبط انه انا اقدر استخدمه للبايثون. فانا اخترت لكم حطيت لكم الرابط المباشر للشغله اللي احنا بدنا اياها بالضبط وين، هيو هنا. فعشان هيك اول ما تضغط كليك هنا على طول بيعطيك انستول. اما الاناكوندا طبعا انا اديتكم الرابط مباشره، هنا انا رحت على برودكت وهنا انديفيديوال اديشن، تختار الانديفيديوال اديشن لانه هذه اوبن وفري. انا في عندي التيم اديشن والانتربرايز اديشن، هدول انا مش محتاجهم لو يعني لو بدي اشتغل بشغل يعني لوحدي، لو انا كنت شغال في شركه ممكن احتاج النسخ هدول. هدول النسخ في انا عندي منها هاي ويندوز وماك ولينكس. طبعا يفضل انه انتم تختاروا الفيرجن 3. في فيرجن 2.7 وفي فيرجن 3.7، يفترض ان انتم تختاروا 3.7. طبعا طبيعة الحال 64 بت حسب الجهاز، يعني اكيد كلكم اجهزتكم 64 بت. انت حرة تستخدمي اللي انت بدك اياه، لكن انا التوصية تبعتي ان انت تستخدمي لو كان جهازك ويندوز ان انت تستخدمي الوين بايثون، لانه بتكون مريحة انه هي بقدر اني اشغلها كستاند الون انا عندي في الجهاز. اما انا كنت بسجل حاله في الباث، لو انا بدي اضيف انفايرمنت ثانيه حتغلب شويه في الموضوع هذا، عدا عن ذلك انه التنزيل تبعه شوي بيطول اكثر من هذاك. تمام. الان بعد ما انه تنزل انا نصيحتي انه انتم تستخدموا الوين بايثون. انا نزلتها وين حورجيكم وين تفكوها. نزلتها هيو هنا على السي مباشرة، بايثون 3.8. تمام، هاي المجلد ايش بيعطيني؟ بيعطيني انه البايثون انه with command prompt، فبالتالي هذا عبارة عن command prompt. هذا عبارة عن command prompt، هنا بقدر اكتب pip install كذا او ممكن اكتب مباشرة python، فبالتالي انه ما فيش داعي انه انا اروح اضيفه في الباث انا عندي في الويندوز وانه انا استخدمه. فبدي استخدم البايثون انه انا ممكن استخدم بهذا الشكل بشكل مباشر. الان حنيجي على الاي دي اي. في الاي دي اي انا في عندي عدة اي دي اي، يفضل لانه في احيانا انه لما يكون في عندي اكثر من نسخه ولما بدي اشغل الجيبتر بيصير في ارباك في في في, في النظام. طبعا الجيبتر انا في عندي الجيبتر لاب، ححكي لكم انه احنا ايش البيئات اللي احنا حنبرمج فيها. طبعا الاي دي اي في انا عندي انا حر، ممكن استخدم نوت باد بلس بلس، ممكن استخدم اتوم. هذا لو انا كنت انه انا بحب استخدم لبنان اديتورز، لكن لو بدي احب استخدم اديتور متقدم او اي دي متقدم بيزيد البرودكتيفيتي تبعتي في الكود وفي انا عندي كود كومبليشن وورجيني وين المشكله، انه في وقت كتابه الكود مش لما اعمل ران، ممكن استخدم انا عندي السبايدر او استخدم الفي اس كود او استخدم الباي شارب. هدول الثلاثة اللي بيدعموا البايثون. طبعا التوصية تبعتي بناء على استخدام هدول الثلاثة الباي شارب هو افضلهم. طبعا الباي شارب انا في عندي نسختين، نسخة كوميونيتي اديشن، طبعا في انا عندي برضو بيدعم نسخ الويندوز والماك واللينكس. في انا عندي الكوميونيتي اديشن هذه فري، وفي عندي البروفيشنال. تمام، البروفيشنال انه بتحتاج للايسنس انه انا انه انا انزلها، لكن اذا كان في عندك حساب في الجامعه من البريد الجامعي تبعك لو لسه ضايل شغال، ممكن انه انت يعني تعملي اكتيفيشن لللايسنس هذه بالبريد تبع الجامعه. طبعا لا يفضل انه انتم تستخدموا الكراكس في الموضوع، لانه السبب في ذلك انه الكراكرز ما عملوش الكراك لسواد عينيكم. طبعا هذه كلها تسرق معلومات، برامج خبيثة، كلها برمجيات خبيثة، بعرفش أنا إيش بتسوي في الجهاز. الكوميونيتي إديشن إتس فري،
وانه اتس مور ذان انف بالنسبه لنا احنا في الداتا ساينس. طبعا الفرق هنا في البروفيشنال انه بيديني امكانيه اكثر انه انا اطور برامج او ويب ابلكيشنز، لانه بصير بدعم انه انا ممكن اعمل فلاسك او جانجو ابلكيشن او HTML5 او رياكت او كل الشغلات هذه في البروفيشنال. فحنستخدم هاي الشغله. طبعا الباي شارم حستخدم لكم اياه شويه، وبعديها حعمل سويتش على النوت بوكس لانه هي المفضله بالنسبه لي، وحورجيكم انه ليش انه انتم يفترض تشتغلوا عليها، لانه حيكون الشغل اغلب الشغل على الكلاود. فبدي اياكم انه زي ما اتفقنا تضغطوا على اللينك هذا وتسيبوه يعمل داونلود، وحديكم الرابط الان تبع البري تيست انه تبدوا يعني تشتغلوا في يعني تبدوا يعني تعملوا البري تيست يعني مده ساعه زمن، وبعديها بنرجع نستأنف الشرح.